Audio Jungle. النهارده هنتكلم عن خمس ابرز جرائم قتل حصلت بفضل العاب الفيديو جيمز. تخيلوا ان العاب الفيديو جيمز ممكن تؤدي لعمليات قتل. اول لعبه عندنا وهي لعبه بوكيمون، بيقولوا ان في شاب يبلغ من عمر 20 سنه اتقتل رميا بالرصاص على يد مجهول وهو كان قاعد بيلعب بوكيمون خلال تواجده في حديقه عامه بمدينه سان فرانسيسكو بولايه كاليفورنيا. وبحسب الشرطه المحليه قالوا ان الشاب كيلفين رايلي تعرض لاطلاق النار في حديقه اكواتيك بارك بالقرب من ساحه جرارلي المشهوره في سان فرانسيسكو، مما ادى الى وفاته. وبيقول احد قرايب المتوفي ان هو كان بيتفرج على كيلفين وهو بيلعب اللعبه ديت، وفي حد مجهول ضرب عليه نار ولاز بالفرار من غير اي سبب. فطبعا حاجة غريبة جدا يا جماعة، يعني واحد قاعد بيلعب لعبة فيجي حد يروح يضربه بالنار عشان هو كان بيلعب اللعبة ديت، حاجة في منتهى الغرابة. تاني لعبة عندنا وهي لعبة كول اوف ديوتي، بيقول ان اللعبة ديت تسبب في جريمة قتل بشعة نتيجة شجار حصل ما بين اتنين لعيبة على الانترنت بيلعبوا اللعبة ديت، ادى لوفاة رجل غير مسلح في مدينة كانساس. ونائب رئيس الشرطة قال في خلال مؤتمر صحفي ان في شخص مخادع اتصل بالنجدة يوم الخميس وقدم تقرير كاذب عن حادث اطلاق نار واختطاف، مما ادى الى مقتل اب لطفلين يبلغ من العمر 28 سنة. وفي لعبة تالتة اسمها لعبة بابجي، بيقولوا ان اللعبة ديت ليها اثار خطيرة جدا على ممارسيها، لدرجة ان في واحدة في مدينة بغداد طلبت الطلاق بسبب اللعبة. وكشف تقرير ان في خلاف حدث ما بين اتنين اصحاب اثناء ممارسة اللعبة، فحصل ما بينهم شجار اتخانقوا مع بعض، ففي واحد منهم مسك سلاحه وراح ضرب ذخيرة، ففي واحد اتصاب كان بيتفرج على الخناقة اللي حصلت. رابع لعبة عندنا وهي لعبة باتل فيلد، ودي من الالعاب القتالية المحببة للكثير من المستخدمين، الا انها بتقوم على القتل والسرقة، وده طبعا بيترك اثر نفسي كبير عند المستخدمين وبيخليهم يحسوا بشعور قليل جدا من الذنب لما يعملوا اعمال عنيفة، فده طبعا بيؤدي لجرائم قتل كبيرة. لعبة كاونتر سترايك، ودي اخر لعبة عندنا، وبيقولوا ان اللعبة ديت ساعدت على انهاء حياة احد الاشخاص طعنا بالسكين. اتنين كانوا بيلعبوا مع بعض، واحد اسمه جوليان بروكس كان بيدور على حد يلعب ضده، وفعلا ده الشخص دوت، وفجأة الشخص ده قتل جوليان في اللعبة، فده طبعا خلاه يغضب جدا فقرر ان هو ينتقم منه ويقتله في الحقيقة، فراح لمنزله وطعنه بالسكين. يعني هو عشان قتله في اللعبة بالسكين فراح للبيت بتاعه وراح ضربه بالسكين، ياريته ما لعب معاه. انا مش عارف الناس دي دماغها لاسعة ولا ايه النظام، احنا كلنا كنا بنلعب اللعبة دي واحنا صغيرين، كنا بنلعب اللعبة دي. انا بجد مش عارف الصراحة، انتوا ايه رأيكم؟